دائما بهذا الفاصل الموسيقي رحبوا بكم مشاهدينا. انتوما اللي خيرتوا تجوزوا معنا هذا السويعة عبر قنوات التلفزيون الجزائري في البرنامج اللي تعودتوا عليه يجيكم كل سمانه، برنامج تحدي النجوم. تشوفونا عبر قنوات التلفزيون الجزائري وكذلك الصفحه الرسميه للمؤسسه العموميه للتلفزيون الجزائري على الفيسبوك. تحيه كبيره الكامل اللي راسلونا الكل، النجوم اللي جازوا معنا وكذلك النجوم اللي حينوروا بلاطو تحدي النجوم لهذا المساء. قبل هذا نرحب بالفرقة الموسيقية زينو، ياسين ونجيب، كذلك نرحب بالدي جي رفيق وزينو ومح. برافو، شكرا زينو وموح، دائما يقدموا لنا استعراض النجوم باش نفتحوا برنامجنا. اليوم راح يكون مميز بزاف بتميز الاصوات وكذلك الوجوه اللي راح تكون حاضره معنا هنا باش تتحدى من اجل الدرع الذهبي لبرنامج تحدي النجوم. نجمه من عالم التمثيل، حضور، اطلاله، واليوم راح تدير حاله في برنامج تحدي النجوم هي الفنانه الممثله النجمه نوال عيوج. نوال عيوج حضر معنا اليوم بيشارك في برنامج تحدي النجوم، من نجوم التمثيل الى نجوم التلفزيون. في كل مره في كل عدد يحضر معنا واحد من الوجوه التلفزيونيه اللي طلع لكم من خلال قنوات التلفزيون الجزائري، من قناه الجزائر. كان الجزائري وجه تعرفوه بزاف وتحبوه بزاف، داير حاله واليوم جا باش يربح في تحدي النجوم هو النجم منير العرج. وهي جلالي داوي حالي وهي اللالي وهي اللالي يالي يالي وهي جلالي داوي حالي وهي اللالي وهي اللالي يالي يالي وهي جلالي داوي حالي وهي اللالي وهي اللالي يالي يالي وهي جلالي وهي جلالي داوي حالي. منير العرج حاضر معنا اليوم في تحدي النجوم الى عالم الرياضه وعالم عروض الازياء، ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، نجم عنده متابعين بزاف واليوم حيتعرفوا عليه ناس اكثر في برنامج تحدي النجوم هو محمد رضا دلي. ما تسالوني عليها تفكروني بها فرصه قلبي انساها قلت فيها وقلت عليها انا باصت بيها ما تسالوني عليها تفكروني بيها.
هذه الاغنيه اللي شفيق باولي كان حاضر معنا في برنامج تحدي النجوم، نسلموا عليه بزاف. عندنا وجه تلفزيوني، عندنا رياضي، عندنا ممثله، وعندنا كذلك صوت اذاعي. كل مستمعات ومستمعي اذاعه الجزائر القناه الثالثه يحبوها بزاف، طلت من خلال التلفزيون الجزائري ومن خلال تظاهرات كثيره. اليوم جات باش تشارك معنا في تحدي النجوم هي النجمه فاطمه شغاف. طويشهم بداو منا مع منير وفاطمه، من المفروض نفرقهم بصح معليش. يلا، الاذاعه والتلفزيون مؤسستين جارتين صديقتين، واليوم راح يديروا حاله في تحدي النجوم اللي ما يحلاش غير بالاصوات اللي تكون معنا. اليوم حاضر معنا صوت مميز بزاف، حنجره ذهبيه، نجم الدين جرفي. نجم الدين جرفي حاضر معنا اليوم، راح يمتعنا بصوته مع فرقتنا الموسيقيه اللي راهي محضره الكثير من المفاجات لنجوم هاد الامسيه. بقى نتعرفوا على النجم اللي راح يكمل الفريق تاع منير، وكذلك فاطمه هو نجم بامتياز، صوت ولد من خلال برنامج الحان وشباب على التلفزيون الجزائري، وكانت الانطلاقة في سماء الأغنية الجزائرية. نجاح بعد نجاح، أعمال كثيرة حقت رواج كبير، واليوم حيغني جديده في تحدي النجوم هو النجم رزقي وعلي.
يعني يعطيك الصحة، كنتوا حابين تشطحوا؟ ايه محمد تجيبوا معنا. تسلم الله. كنتوا حابين تجيبوا؟ عمالي كنتوا حابين تشطحوا في الغالية. حابين تشطحوا ونعاودوها. نو نكون كابتن ريام. حابين نجيك معاهم. ماشي ثقة النفس، ما عندهمش ثقة في النفس. هذه ديجا الإحساس. لا 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 ما تخليش ليكيب تاعي وقلت. هذه هي بداية تحدي النجوم. يعطيك الصحة رزقي، مرحبا بك. ميرسي محسن. صافي بليزير، ميرسي بوكو أزول في اللونر كلي، ميرسي بو لانفيتاسيون، صافي بليزير داتر لا بارمي فو. مرحبا بك، نورتنا. ميرسي بوكو. نجم الدين، مرحبا. محسن مرحبا بكم، يعطيكم الصحة بو لانفيتاسيون، سام في فريمون بليزير باش نكون هنا معكم اليوم. وعلي سيتي لا ديكوفيرت اليوم، تلاقينا، فرونشمون سي كيلكان كو جابريسي انورميمون. تخلي برك. ماشي عندي واحد البلومباش تعاودوا لي. شوف لا ربحنا بصاص ديسكوت، لا خسرنا مع ربي معاكم. فاطمه مرحبا. محسن مساء الخير. مساء الخير كامل عم يتبعوا برنامج ديالك تحدي النجوم. الضيوف اللي لقيتهم اليوم كامل نحبهم، كامل هايلين. لي ميوزيسيان اوسي ان بليزير دو لي روتروفي تو الموند. دونك يعطيك الصحه على لانفيتاسيون. إذا قدرنا نعرف شكون راح يربح اليوم. بدات نوال. مساء الخير. مساء الخير محسن، مساء الخير مشاهدينا الكرام كامل اللي عم يتبعوا البرنامج. انت راكي انفيتي مشاني ماتخيز. ما تسكتش. Voilà, je te remercie pour l'invitation. C'est toujours un honneur de passer sur ENTV. Je suis très contente. Surtout Mahada. Voilà qui est contre Bonir. Ah oui, contre. Ok. Oui, bien sûr. Il faut que nous nous sommes en train de nous faire un peu plus de temps. C'est gentil. C'est gentil. Bonir, merci. Big well, Mohsin. Merci pour l'invitation comme à chaque fois. Bon, t'es hâte. Femme-tu, Najm. وراه مي بون ميم سي الله يعلي شانك سي توجور ان بلوس بور شبكه البرامج قناه التلفزيون الجزائري سي ان بليزير فيليستاسيون بور رزقي اللي حبيتو تصوتوا عليه رقم واحد ان توكا جيست مانيفيك لو سينجل جو فودري لابلوزيغ انكور ميرسي بوكو صافي بليزير اي ديجي رافير تو لي ميوزيسيان تاعنا بلو ا بريزونتي اي اون فا غاني باينا سيرمون شايف منير حكي بو دابا نسقسيك حاجه الذهبيه والفضيه القمجة تاعي ولا الفيستا تاعي؟ لا القمجة تاعي شريتها شريتها ولا في التلفزيون يمدوا لنا هذا اللون. ماشي الصالير كيف كيف انا نشري ماك شي علمي بكولور اسكي فايب لو سيال غير رخيص شوية. الابيض رولو قماش انا سافا خيط ولا حد جابها. مبروك تلاقيك وراسي. رضا مرحبا بك. الله يسلمك. انت باين ما تخدمش معنا. برافو برافو. السلام عليكم، ميرسي بوكو بور لانفيتاسيون، سي ان بليزير دات كونتخو فو ان شاء الله اليوم، وان شاء الله ندوزوها بيان مع لي كيفاش كاع. ان شاء الله. مرحبا بك رضا. مشاهدينا تعرفتوا على الفريق اللي فيه نجم الدين، نوال، وكذلك رضا. بعد الفاصل راح تعطوني اسم الفريق تاعكم، منير، فاطمه، وكذلك رزقي. ثاني نعطيكم وقت قصير تخموا تسميه الفريق تاعكم. مشاهدينا انتم ما تروحوش بعيد، فاصل ونواصل مع اول مرحله في تحدي النجوم بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مع هذا النجوم اللي راهم دايرين حاله. غير بدات الحصه شفنا اجواء حماسيه، تنافس كبير. راني انا واحد متشوق باش نعرف في الاخر شكون راح يفوز بالدرع الذهبي. هل الفريق اللي على اليمين تاعي نجم الدين، نوال، رضا، واش سميتوا الفريق تاعكم؟ فريق القوه. فريق القوه باور. ولا الفريق اللي على اليسار تاعي منير فاطمه وعلي. ماشي قراده، انا حبيت نسميها قراده يا تماسيح. لا لا عندي مشكل مع اختي قراده. قراده رانا في كورن. المهم الكناري. الكناري فريق الكناري ضد فريق القوى. هذا التنافس الثقوف في الواقع. اكيد تعرفوا البرنامج في بدايه المرحله الاولى راح نسمعوا مقطعين موسيقيين ونبداو بالمقطع الاول. يعني هذا مقيطع، يعني شغل مقطع قويطع. قويطع مق مق. فريق القوة هو اللي عنده الحق في الإجابة أولا.
يوسف بقلة شكبر العنوان تاع الاغنيه لا اله الا الله يلا نسمع مع الفرقه الموسيقيه اذا حافظها والي اذا حافظها نقطة لفريق القوة وبداية قوية لك صحة المدين برافو بكل روح رياضية عادي اش كنت تقول منير أنا الصوت نو مي سي لي كي نوزا بروفوكي قالنا القرادة سي لي كي نوزا بروفوكي كان يغني وقالنا قرادة قالها في الغنية ولا قالها هادي هي هو حيوان ذكي جدا القرد يسلي بارك الله فيك يسلي الجميع من كوتي دو عنصر الشفا اذا نقدر نفهمه وديما يربح القرض ديما يربح ديما يربح القرض مال بصح الصوت ما شاء الله لا باس به صوتوا عليه عليكم مشاهدينا منير ركزوا ليكيب القوه اللي كان يركزوا مليح المقطع الثاني مع الفرقه الموسيقيه هذا رزق هذا ولا لا مرزاي سالي طرش قلبي يعطيك خير عندك الإجابة علاش ما ضغطش على اضغط على اضغط كيف كيف لازم كان نضغطوا ما يغني لا معليش انتوما حافظ على الغنية يلا نسمعوك انا نضغط ما يغني كيت شواق وشواق شواق وشواق ينتي اللي عذابك سدو سفرات سدو سفرات سدو سفرات ينتي اللي عذابك سدو زفرات يوخدو سدو زفرات ينتي اللي جمالك اول اخلاق وخلاق خلاق وخلاق ما هيش غير مرة كم من مرات كم من مرات كم من مرات
تجي مروم سالي على حياته راهي تدير مسجون بين حيطين ما جاب خبارو ندعي لربي يشفق عليه سالي طرش قلبي يعطيك خبارو سالي 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 برافو منير ايغاليتي كاميرا ليك وي رانا في الحلوه شباب ورزقي واحد الجاز ويا يفوطي عليه يا يخرج نسلم عليك معنا الغربي دافونس ونحبك نموت عليك واش تعطي باسيا الميكرو الميكرو عطي له الميكرو اللي حاب يسمع تاع رزقي راني نوميني راني نوميني هاي اللي حاب يصوت على رزقي يعني ويغني لنا دقيقة يتصل على الرقم الحلوة شباب عودت المدرسة فاصل ولا عود أنا الغربي أتعذر البالية بزاف بزاف أنا على جسم علي وعلي رزقي طب أعطونا تحية كبيرة لفريق الليجانة نقطة للفريق الثاني تعادل لحد الآن نوال ولا فاطمة نوال ولا فاطمة نوال نقول لك فاطمة فاطمة خذ لي خذ لي ولا لا جي بينا فيكتوار جيسبر سهلة سهلة يلا فاطمة ما عليك غير ما تشوفيش مراك هذا مكان وعلي ومنير راح يشرحوا لك بلغة الإشارة واش مكتوب اوكي انت عندك الحق تهضري وباش نعاونك فاطمه بالعاده الشيء اللي مكتوب يليق عنوان اغنيه يليق في كلام يلا فهمتي كيف كيف خمي عربيه تهدر تخسر لا خمي عربيه خمي عربيه خليش فرنسيه داكور سيت فهمنا صح شكون يفري لهم ممنا تفضلوا الو بلا ما تهدر قولي واش راكي تفهمي بداو لها بالكلمه بين الماضي والحاضر هاكي قريب دوكا صح لازم شي تيليزي البارح واليوم بين البارح واليوم بين البارح بين البارح واليوم بين الحاضر والماضي واش حبيتوا تقولوا كان يتجلس في راني نشم ريحه هضرت بشواربه كان يهضروا بشواربها نو جو تو جور كو نو جي كومبري دابا واش تي واحد يهضر بشواربه هاي فهمي اليوم واش اي واحد يهضر بشواربه والله سي دي مون بي بيردون انا نروح نروح قلنا لهم لا لا ما حنا اتفقنا لكم لا لا هو كان يهضر بشواربه عيب انا مالك ديروا النيه انا باش كي يهضر بالقبيليه عطي لهم معليش يلا تفضلي نوال معليش عطي لهم ورينا حنا تيديك ممنوع تهضروا داكور نضرب نسالكم لا لقيتي كلمة واحدة أخرى نوال ركزي مليح بلغة الإشارة تاع رضا ونجم الدين وأنت عندك الحق تهضري أوكي بيبقى بلغة الحجارو نشوفوا كيف كيف على الشاشة ما يبقى في الود غير الجبل ما يتلاقاوش روبا الورد 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 اللي منير ما تهدرش عيني نزقة قريب قريب جولي العين الكحلة واش مكتوب تيتر عندك جاي؟ كحلة العين مكتوب كحلة العين واش؟ سي بون سي كحلة العين يا يما
عزك صح تفهموا حاجه هما احتجوا على النقطه اللي ديتوها كحلت العين ولا العين كحله معليش فوتوها فوتوها كنت عايز ونقطه لفريق القوه ضرب على ضرب على مساء الخير قدام خلاص تساهلنا تسامحنا بصح منا وجاي ما كاش اوكي اللي يغلط ماشي حرف برك خلاص براسكم انتوما حبيتوا المفروض تتسامحوا وتحبوا بعضاكم تحبوا ماشي نلعبوا انتوما تعسوا في بعضكم انا غشنا فليس بينا رانا نلعبوا تحبوا من بعد ماشي دوك يلا نروحوا لتحدي واحد اخر يلا منير وكذلك رضا راح نستقبلوا كيف كيف زينو وموح في تحدي الماء ما وجال ما نوض عمر جال ما نوض عمر جال ما في وسط الليالي مظلمة ويا بنعمي أنا أنا يا سعد اللي كتب بالفيا الدوش صباح ويسقي العشية والمرزازة حتى تخشى نقية يا بن عم ولا توضى بالديمو ما يا محبوب خيم داخل عليا داخل تريسك يا جماعة علي روح جيب تحدي سهل نعرفه كامل رضا على بالي عندك بزاف ما شربتش منير يا شباب عندك يدك راح نروح لك النقطه هكذاك برك الماء هو الحياه زيد هكذا بزرق ما تبانش كاع خليه يجي شويه باش يعطش يشرب بزاف خليه يجي شويه هيا ضرب دور هيا نو ما كلاش لا بارونجي انفورمي شي عيوني مدبوله قهوه عيوني كي الخوليش هذه قلاله جمدي الاخر فيها تشوف سالا سبورتيف دقيقه انا ما يمولش يشرب الماء نورمال ماشي سبورتيف سي اه بك جامي دو سبور شحال كثير عفيف بيهم سمعنا نشرب في الماء فوالا هو اللي راح يمد الطب غير تسمعوا كلمه طب تحت منصف اسكو نقدر نشرب قاعد نقعد نشرب لا 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 ايه باسكو شرعا قطره ما طيح طيح قطره ماشي محسوبه دي جربتها مازال مازال نحيد بك نحيد بك طب تفتلو هيا قطرة كملنا كملنا يا حبيبي محسن هادو ما يديروا حتى جوا شوف راح جو تو جور ما سيحا ليك ليك امسح ليك بس امسح ليك او يمسح منا ما تحتاجش انا غني برافو معليش نقطة هذاك العرق تاع ستريس هذا ست ايام ما صرفتش انا فوق صافي تاع تحدي الماء تروح للتماسيح التماسيح قرات دار واش كاين قولي وحديقه حيوانات نسمعوا نسمعوا اسمو الطبيب تاعنا افرز لي اسم اسم الزو هذاك الزو والله لا افرز لي اسم الزو لا مانيش فاهم يا طبيب صايب لينا حديقه حيوانات جارد هندسي فريق جارد هندسي ولا كان تحدي الماء يروحوا للتماسيح ولا كان حاجه في السماء ولا ولا حاجه لغنا لي كناري المهم ربحنا تماسيح فريق متعدد المواهب بارك الله فيك وي اللي يربح ها اللي يربح لحد الان ثلاثه مقابل ثلاثه معليش هذه باش علاش نشوف تحدي النجوم ونبريباري هذه كيفاش ملي قلع تحدي النجوم انا نبريباري ما تشربش الماء ما تشربش الماء انا بديك الماء اذا حقت ما يربحش رانا غير في المرحلة الأولى المرحلة الثانية نسمعوا مقطعين موسيقيين كاين كذلك تحدي الرياضة وكويز وجد هنا دي جي رفيق مباشرة بعد الفاصل رجعنا لكم مشاهدينا دائما راكم تشوفوا في تحدي النجوم عبر قناه التلفزيون الجزائري والصفحه الرسميه للمؤسسه العموميه للتلفزيون الجزائري رجعنا مع المرحله الثانيه بعد ما كانت النتيجه في المرحله الاولى 3 نقاط لفريق لكناري القرده او التماسيح مقابل نقطتين لفريق القوه نروح الى المرحله الثانيه وفيها مقطعين
موسيقيين ونبدأ بالمقطع الأول في هذه المرحلة. مقطع موسيقي الأولوية في الإجابة لفريق لكناري. أكيد يحيى تن ثمورتي وثمورتي. برافو. شكرا للفرقه الموسيقيه وشفتوا كي الغنيه تتعلق بالبلاد كاع جينا على بالك كنت نشوف فيفا لالجيري فكرت الكره تاع الاذاعه الوطنيه تاع بكري فكرت الكره تاع الحاليه الشابه وليد فكرت بيا راشد انا جبتهم قاعده الشوت ونادى الريحه نسيت فين والله الاشاره كان واحد لوجا بيتا فوكا سلموا عليه بالمناسبه استاذ بقلاشي كنا عيطوا له بلادي نسبه يفوز بارتي دو لا كورال كان يغني بلادي بلادي سي ان غون مسيو دايور لا كورال الا ماركي بلو دون جينيراسيون اي جو بونس كو او جا رزقي كان جاو عليه معاه شوف تحير شايف او غير رزقي اليوم لو كان عليه زاد تحير الى ان اكسيلونت فوا جوست مانيفيك اون بليس اكلي حياتنا اكيد تحيوا من خلال شاشه الفنان الكبير اكلي يحيى تلو كيما عندنا صوت شباب بزاف منا صافي بليزير ما تنساش الصوت ياس يا وطبيب اسنان شي زهرو جاب اي كيفاش لا زهرو جاب اي كيفاش لا اه نوى لو يماني لك مانيش عليكم هاني على القوه على القوه فوالا زهرو جاب اي كيفاش تريشي ما زال مقطع واحد اخر نحن نسمعه مع الفرقة الموسيقية تحدي النجوم تحدي النجوم هما لا عندي إجابة أولوية لهم هما دخلوا أولا أولوية لهم نجم الدين ما يشوفش زيد أولوية لهم روبا روبا خلي أولوية لهم اسمع
صوت جيراتوار ما تقوليش بكره حكيتك نحسب ثلاثة واحد هاي سوبر ستيشن ستيفي وندر هادي مام بكل عالم بدا ملعب سوبر ستيشن سوبر ستيشن لا تري بيان تعالوا تغنيو برك يضحكوا يغنوا بصح ما فاشلين بصح سي تانو الفرقه كاين القوه ما كاين سي تانو لا فيكتوار سي تانو سي تانو نقطه لفريق القوه نروح عند فاطمه من فضلك والي اعطيها الميكروفون وي فاطمه نعرفوك انت مذيعه في القناه الثالثه والحاجه اللي ما نعرفوهاش بزاف بصح تعرفي تغني اليوم لازم تمدينا حاجه شويه ماشي حاجه شويه شونتوز يلا ويقدروا يدخلوا معاك زين حبيبي اون جروب ندير طوايش مي كونتي ساجي دو موا نولي نحشم والله نحيا الحشم انا هذه حشمي اش راكي اون جروب يلا تفضلي فاطمه واش غني اللي يشتاق قلبك اللي بغى قلبك ما تطوليش الحكي ما هو بريسي شوفي لا قام هيا روح ما وجدت والله ما وجدت حاجه اون جروب ان انجلش بليز علي 5 4 3 2 1 0 افيك فو با Allez. هذه خارج المنافسه دوماج نورمالمون زائد نقطه هذه شوفوا هذه ولا غنت نوال ولا غنت نوال دخلوها داخل المنافسه نوال ان بوان دو موا كحله العين على العين كحله داي دوكي ينطبق اليوم نورمالمون تعطيهم والله ديجا ولا نقطه علاش نص نقطه رجعتوا العين والعين رجعتوا دوك يقولوا انتم جروب حياتهم كامل ما يكتبوا موسيقى علاش راكم قلقين مانيش قلق انتوما راكم اربعه
وما راهم ثلاثة. اوكي دوكا عندنا تحدي واحد اخر. واش راك صافا؟ تحدي الرياضة. هذا التحدي هذا التحدي بمساهمة مديرية ما تقوليش باسكت كيزعفوا عليا مدير الشباب ولا ما يعطوناش باب يفوت السمانة الجاية. مديرية الشباب والرياضة للجزائر العاصمة وسط. هذا التحدي بمساهمة مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر رابطة الجزائر الرياضة للجميع بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا، أجواء حماسية دائما هنا باستوديو تحدي النجوم. الرياضة حاضرة مع نوال اللي تمثل فريق القوة، تمثل نجم الدين أو محمد رضا بمرافقة محمد وفاطمة شغيف راكي تمثلي وعلي رزقي و مدير مع زينو. راح نبداو عندنا ثلاث كرات. نعم اللي راح يفوز في هذه المقابلة راح يدي نقطة ويضيفها الرصيد. دونك إيفو ماركي كومبيان دو زوج على الأقل باش يربحي. ولا واحد ونص. 100000. نبداو بالكرة الأولى مع دي جي رفيق. لو فوتبول أون ديريكت. 3 2 1. ابداو. اذا التحية الرياضية مشاهدينا، اهلا بكم الى ملعب الكالتوس الذي يحتضن مباراة بين فريق القوة وفريق الكناري بمشاركة فاطمة شغيف ونوال عيوج بمساعدة محمد وزينو. مقابلة في القمة. حماس كبير وسط أهزج الجمهور. شجعنا نوال، شجعنا نوال، شجع فاطمة. جاب الهدف الأول ولمن ستكون هدف 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 لفريق الكناري. نروح إلى الكرة الثانية. تسجل نوال. نوال 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 محمد نوال. محاولة سجلت سجلت نوال سجلت سجلت. اشكروا نوال سجلت روحها. الكرة الأخيرة نوال. نوال سجلت الراحة. ونوال نوال حابة تنضم إلى فريق الكناري. سجلت سجل الفريق تاعها. نوال سجلي نوال لها. سجلي نوال سجلي سجلي سجلي. مبروك عليكم. راحوا مقابلة رياضية في القمة. يعطيك الصحة نوال على المجهود. انت كنتي بطلة الحلقة وبطلة الماتش. ماركيتي ماركيتي روحك وماركيتي لهم ليهم وعاوناك وعاوناك. انا ماركيتو. ما ماركيتي واحد. انا ماركيتو. انت ماركيتي هدف ضدهم. هي ماركت لكم لكم. لا ماركت روجي. فاطمة صلي على النبي ربحنا. ما ماركتش ليها. بيدها. ربحنا ربحنا. النقطة تروح فريق الكناري. محسن عندي نداء بون اللي عنده يحب يبدل لي ليكيب قبل ما تخلص ميسيون دا باش تربحوا معنا. وشكون تبعت من هنا؟ كان يجيك شي واحد شكون تبعت؟ في من تسمح والي ولا ما سمح حتى واحد وما يجي والله غالب. احنا باب النجاح عندنا ثلاثة ومن بعد نربحوا الفيديو. ماشي جات الفرقة سات القوة في الدار. ماشي كيفاش؟ جات الفرقة سات القوة في الدار.
هو بعدنا اليوم. لا لا روحكم بديتوا انتوما وحدكم انا زدت لكم. ولا عرضكم في الحصه تاعهم. رضا روحوا. شفتوا شحال قبيح. جبتوا باش تشوفوا شحال قبيح. باش ما تروحوش الحصه تاعو. فاطمة قولي لهم انا ميجون. غير خليهم يربحوا. والله العظيم. وصلنا لكويز دي جي عندنا ثلاث مقاطع يقدمها دي جي رفيق ونبداو بالمقطع الاول. زعما يتريش زعما زعما اوني توجور ان افونس يعني اسمحوا لي نقول للمشاهدين باللي اليوم احنا ما حبيناش يكون معنا جمهور تعرفوا دائما في الاجراءات الوقائيه لكن ما شاء الله يعني منير ب10 من الناس وعلي 17 فاطمه 23 فريق القوة 1.5 0.75 محسن نداء ثاني المرة الثانية اللي يحب يلتحق بالفرقة الناجحة يتواصل مازال كانوا حاجة الكويز دي جي فيه ثلث مقاطع لحد الآن عندكم نقطة نقطة يعني اللي راح يجاوب على المقطع الجاي هو واحد دي نقطة تاجي بقواعد المسابقة تضغطوا وبعد حتى نمد الفريق شكون يجاوب باش تقولوا الاجابه واحد يسبق يقول الجواب امل ما نقولوا النقطه تروح للفريق الاخر دقيقه عندي دقيقه تفضلي نوال اوبجيكسيون يدين هادو هكذا ما كاين راني درتو منا ماشي من الفوق حطي هكا محسن دير حاجه شابه محسن البنات هما لي بوزين يديروا لي دوما داو ديروا كيف حتى بوزين هاي اوكي ديري لا غوش هنا ولا دروات دواتيا ايوا كيف كيف تيما نسمع مع دي جي رفيق لا لا بوزات قبل الوقت Oh!
خلاص انتم هاكم فريق الرابع لازم ديروا فوتوكوبي على لا فضلوا منا فريق الضعف فريق ريدات الكومبات فريق القراده فينا فريق القراده هو الفليفور فريق التماسيح هو الفليفور مقلقين هما ضغطوا اولا خليهم درتوا حالة لا لا اخويا محسن ما عليك معليش روح انتم كده عصرتوها درت تعرفها 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 هي شدت الدالة برك هي كانت شاطرة هو الشانتور وانا نلعب اسمع مولفة بالعرس تحط عندك لابوشة تقول كرسي نقطة كويس دي جي الفريق اللي كان عري برافو با 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 ثانك يو سو ماتش الله غالب ماشي دي جي ميرسي ست نقاط لفريق اللي كان عري ثلاث نقاط لفريق القوة بصح مازال مرحلة واحدة أخرى راح تلقاو مشاهدينا في المرحلة الثالثة وبعد الفاصل راح نزيد كذلك مرحلة المغادرة صوت نجمنا اليوم رزقي وعلي صارت غامس نايماني بنفود ميو ذني باسم الثاي قادان ما ديسيو اسمي نستخساي دي صمزي ميت استخساي فلاك يوليو صارت غامس نايماني بنفود ميو ذني باسم الثاي قادان ما ديسيو اسمي نستخساي دي صمزي كاسن سمي قولي وما سنفاغ ميغذان نومي وقذ غذو الفاغ من الحامر من الميم فلام وقذ غذيري مكد نمي وفاغ كاسن سمي قولي وما سنفاغ ميغذان نومي وقذ غذو الفاغ من الحامر من الميم فلام وقذ غذيري غرور تتسني ذنادي وين يضصان نمال جند وحيدا ينهان ميوسان الظهر يوم بعيد وريفان يبوي كميد وغريد نوضي كميد يوسان غرور تتسني ذنادي وين يضصان نمال جند وحيدا ينهان ميوسان الظهر يوم بعيد وريفان برافو يعطيك الصحة وعلي رزقي برافو برافو خلنا
إلى المرحلة الثالثة. النتيجة لحد الآن 6 نقاط الفريق اللي خير عانى والبزاف هما راهم النص برك 6 نقاط لفريق القوة، لكن مرحلة مازال التحدي متواصل مع مرحلة الكاروكي. نجم الدين نتكلوا عليك باش نزيدوا نقطة في هذا الفريق، وعلي نتكلوا عليك كذلك باش نزيدوا نقطة في هذا المرحلة. ونبداو معك نجم الدين، تفضل. Give me one reason to stay out. I'm turning back around. Give me one reason to stay out. Oh, I'm turning back around. Said I don't wanna leave it alone. You gotta make me change my mind. Baby, I got your number. I know that you get mine. You know that I call you. I call too many times. You can call. You can call me anytime. You can call me. Give me one reason to stay. I'm turning back around. Give me one reason to stay. Oh, I'm turning back around. Said I don't. Gonna make me change my mind. Give me one reason to stay here. I'm turning back around. You don't gonna squeeze me. Take away my life. I just want someone to hold me. I'll rock me through the night. Useful how can love me? I'm give you what you need. It's useful how can love you, and I give you what you need. That I'm got to all those just new around, wasting my precious energy. Give me one reason to stay here. Got you in my mind. Oh, baby, get just to give me one reason why. A little late, huh? Merci, Mounir. يعطيك الصحة نجم الدين، ولك هي كبيرة عليك. برافو نجم الدين. ديزولي اون سيكسكيوز. والله يا محسن أكد يغني ويضحكوا بصافا شليل. هايلين شابين بالصحة شابين بالعقل. صحنا التماسيح. يلا. وي التماسيح. أنا تكلم وعلي. فازي. أوكي. باش تكون على بالك قانون جديد تاع 2021 تاع تحدي النجوم. خضرة قدام. غنيتها مليح. راكو رابحين باش تكون ديجا راكو ستة. بصح ما تغنيهاش مليح كاع النقاط تاعكم يروحوا ليها. استنى هذا هو القانون ما قريتوش الدخله.
القانون يقول الغنيه الاخرى للفريق الفائز. اكتمع منير غنى مليح هذا هنا القانون يقول فزنا. يلا نزلوا كيف كيف رزقي وعلي مونامي تا ايوا اي والله give me one reason. Et si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivie un instant sous le vent. Tu crois que c'est fini? Respire un peu le souffle de repos. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit et ferme les yeux. Hey. Fais comme si j'avais pris. Il a la chanté avec lui, ou il a chanté tout seul. Mais non, il fait une chanson duo. Comment? Deux points de plus. Non, c'est une chanson duo. Oui, chanson duo. D'accord. Mais si je pas, tu as un seul. Cyril, quand tu as Garou. Écoute. En tout cas, Mohsen, je voudrais dire une chose. Masha'Allah, il a une très belle voix. Toi aussi, hein. Toi aussi, mais on est gagnants. Bravo. Merci. Bravo. Mais moi, je suis pas chanteuse. Même Renat, ma Najm. Au Sanna, Sayyidati, Sadati. Ila. Khitam. عدد اليوم تحدي النجوم. Alors qui a gagné? خسرك عشان ككل مرة برنامج تحدي النجوم من التلفزيون الجزائري قدم درع ذهبي لنجوم شباب في مجال الموسيقى التمثيل مواقع التواصل الاجتماعي الإذاعة والتلفزيون.
ودرع آخر ما يقلش قيمة عليه غير فقط اللون، يعني لأنها مسابقة، لكن يبقى تتويج من طرف تحدي نجوم. الفريق الفائز في هذه الحلقة من تحدي النجوم بعد الرجوع إلى كل القواعد والقوانين. الفريق الفائز هو فريق نيكاداري. بارك الله فيك، Vraiment, il y a une émission à la hauteur, sincèrement. Jules Knight m'a fait un zahk au gars, c'était vraiment rien à dire. Et on est jusqu'à l'équipe d'Ali ou l'équipe. L'équipe, on est gare de toute façon, il n'y a aucun problème. Thomas Mohsen, l'équipe technique, gars, le DJ, les musiciens, nos grands musiciens. نقول لكم سانسيرمون سيتي ان بليزير فريمون، ان شاء الله نعاودوها هكذا وخير ان شاء الله. يجب الدين يعطيك الصحه. ميرسي انفينيمون بور لانفيتاسيون، يعطيكم الصحه. والله هي معناتها اونتخ نو، شغل يافي منير العرج كيلكان جو ريسبكت انورميمون. ميرسي بوكو. يافي وعلي لا ريزون بور لاكيل اون لي اون، شغل خليناهم يربحوا. اصبر. اي فاطمة. صافي بليزير. اي فاطمة. جايك جايك بيان بيان. تو تيرميني. كملش الهضرة. سي بور خليناهم يربحوا. سا دون با. اي. دوطون بلوس فاطمة مسكينة على سوفر اليوم. وي سيرتو بابي فوت. اكزاكتومون على سوفر في بابي فوت، على سوفر كان قدامها منير. En plus de dentiste et avocat aussi. Ah là, c'est marrant. Viens, viens. Moi, je suis vite. Moi, je suis d'abord là. Déjà, là, ça me suffit largement. Qu'on oublie avec Chbab. Ah, non, là, je suis là. Je suis là. Franchement, ça va. Là, ouais, peut-être. Sinon, moi, c'est merci infiniment pour l'invitation. C'est un peu plus cher. Là, ouais. Là, ouais. Là, ouais. Là, ouais. Là, merci infiniment, Mohsen, pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de passer avec toi. Depuis le temps. Et ça m'a fait énormément plaisir de me retrouver avec vous tous. مرحبا بك فاطمة يعطيك الصحة. محسن merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un agréable moment معاك مع كاع لي الناس اللي تعرفت عليهم اليوم وكيما الناس اللي نعرفهم aussi. Alors c'est une émission magnifique et très sympa, surtout في الوقت الصعيب اللي انا ندوزو فيه. Le monde entier traverse des moments difficiles. Bah le confinement et les mois prochains 3. Alors le confinement, la pandémie de la Covid-19, donc des émissions qui m'aident à يدخلوا لديار الناس باش نحلو لهم شويه على 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 خاطرهم. Donc merci pour l'invitation et bravo Tamassi. Merci beaucoup et comme ça pour l'invitation encore une fois qui m'a fait le Fatima. Nathan et Joe, c'est un très bon moment où cette émission m'a permis de connaître beaucoup de parce que malheureusement. Voilà et puis encore une bonne soirée. Merci à tous. منير والله نشكر الجمهور اللي وضع في شخصي هذه الثقه، نشكر يعني هذا عمل جبار. اذا كان الفشل من فضه فاعلم ان النجاح من ذهب. شكرا. نشكر لي ميزيسيان فوالا اون لي ابلودي تري فور بورتو احبابي وصحابي ما داوراوليش. نشكر دي جي كي با دي جي كي نتاع ليميسيون تاعي يسلم عليه، دي جي رفيق حكيم بودام الرياليزاتور توت ليكيب تكنيك. ميرسي ا توا محسن. واش من الفرقه هذه التقنيه نشوفك ولا تعرف؟ اش دي دو صح على راسها خير الدين شيف دي تي شيف دي ميسيون تكنيك. صافا je te remercie Mohsen, Amina Kirkoud, Amal Amrioui et aussi on les embrasse. Ou Youssef Hamid. Youssef Hamid, ma tchalch, ça va. Arti bien mahoussou alek. Merci et c'était l'occasion de découvrir Najmeddin, il est juste magnifique. Nawal Ayouj, c'est toujours un plaisir. Reda Delali, Mohamed Reda Delali. Delali, Delali. Ma koul ihtiram ya aila Delali. Kifach Delali Delali. Mohamed Reda Delali, Fatima Sharif et le grand, le serait allez le. Oui. Merci, merci mille merci et شكرا. تفهموا حاجه كي تجوز هذا البرنامج
نشوف هذا التروفي في الحصه تاعك ودير لنا اهداء لنا بوكسين بالله البرومي اوكي يا بذهب تحيه انت كيفاش تخدم حاجه اخرى هادو الضيوف ماشي تروح تديهم الحصه تاعك مازال كنتي لي كونطرا هادو يجي غير تحك النجوم رضا جي محمد رضا جي الله يحفظك خويا ميرسي بوكو سي تري جونتي دو فوتر با يعني و سي تي تان بليزير كي دزنا معاكم ايتو او مع حبيبنا ما غاديش نهضر ما قيتوش نهضر الله يبارك نو ليكيب كاع كانوا سامبا الله يبارك ايتو الشونتور حبيبنا ثاني تم ليك بي باسي ان بيتي ديديكاس زعما بيتي فامي فرك هذا مكان يما ايتو لا فامي ديال اليوم جينيرال والله ميرسي بوكو خويا محسن الله يعيشك وهذه التحيه من عندنا للوالده تاعك الله يحفظك خويا وكامل الامهات اللي راهم يشوفوا فينا وصلنا للختام ان شاء الله نشوفكم في اعداد اخرى تقبلوا مشاهدينا في الختام تحياتي تحية الفرقة التقنية لخدمتكم اليوم والفرقة الموسيقية زينو ياسين وكذلك نجيب دي جي رفيق موح زينو تحية كبيرة للفرقة التقنية المتنقلة أجد اثنين وكل الفريق اللي خدمكم اليوم أمل عمريوي أمينة كركود يوسف حميد تحية أسيا فلاح وفريق الإخراج أميرة وسامير كريم بايت والمخرج حكيم بودابة تهلا في رحكم ومحسن مزرطيت أسيد أسيد